لي ان انا اسال حضرتك تفسير لبقائه هذه الفتره، ولا ده مش في سلطات حضرتك بدون اي تحقيق زي ما بيزعم ايضا؟ مش فاهم السؤال يعني. هو بيزعم انه طيله هذه الفتره التي تم حبسه فيها والتي تربو على 3 شهور لم يتم التحقيق معه اطلاقا، ده ممكن اجراء طبيعي يحصل ان واحد يفضل محبوس احتياطيا كل هذه الفتره وبدون تحقيق؟ لا، ازاي النيابه محققه وياه ومحبوس بناء عليها؟ وبعدين لابد اي واحد بيمثل امام النيابه بيقول دفاعه. وبعدين النيابه بتقدر هذا الموضوع يعني، وبعدين مش هو لوحده في هذه القضية، ناس آخرين. إنما يكون إن هو يقول إن هو متحققش وأنت بتحبس إزاي؟ ده أصلاً ما بيجيش ليا غير بعد إجراء التحقيقات الكاملة أمام النيابة، وبيبقى محبوس لحين استيفاء تلك التحقيقات. سيادة اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بشكرك وبشكر حرص حضرتك على توضيح المعلومة في حينها لقتل أي إشاعة. قلت لي نقطة خطيرة جداً، إن ابنك بيتقدم لاختبارات الكلية الجوية، وانك اكتشفتي ان المتقدمين او المقبولين عددهم 15 20 طالب من الافات متقدمة. لاني حضرتك يعني شايف الشباب صحته ما بقتش يعني قوي، التلوث وهكذا، وممكن ما فيش رياضة، ففوجئت. فانا خطر في بالي، طب لما انتم مش عارفين تعملوا دفعة كلية جوية وجايبينهم بالعافية، امال ال 13 واحد كانوا قوات جوية؟ على فكرة أنا جوزي ما كانش قوات جوية، بس يعني لازم الشيء يذكر يعني. طب لما أنتوا حطيتوا زجيتوا بقى بال13 وحطيتوهم، وأنتوا يعني جايبين دفعة زيهم بالعافية، تقوموا تفرطوا فيهم وترموهم الرمية دي، طب وبعد كده فين؟ عملت لهم ايه لما راحوا بقى؟ كنت قلت لنا معلومه برضو لتذكره المشاهدين ساعتها، ان قوانين العسكريه بتمنع تواجد اكثر من عدد معين على الطياره، لو حابه تعيدها لي تاني. بالظبط، تمنع تواجد اكثر من 6 أو 8 في طياره واحده، وعلى الا يكون يعني في رتبه اكثر من 2 عميد، والطياره كان عليها 4 عمداء. والثالثه اللي انا برضو ذكرتها، ان المفروض اداره التنظيم والاداره في القوات المسلحه بحكم القانون يخول سلطه تقديم او تاخير السفر 24 ساعه إذا وجد العدد يزيد عن 6 أو 8. وعلى فكرة كل التعليمات اللي أنا بقولها دي من أيام حادث الشهيد أحمد بدوي، مش حاجات جديدة. منذ حادث الشهيد أحمد بدوي طلعت التعليمات دي في الثمانينات، وللأسف يظهر كانت موضوعة في الأدراج. لازم تحصل كارثة أو مصيبة عشان نبتدي نطلع ونطبق المواضيع دي. وعلى فكرة كمان أنا برضو سألت ناس كانوا مسافرين قبل كده، زوجات في الثمانينات، هم كانوا مسافرين ملحقين عسكريين مع أزواجهم، وسألتهم، وإحدى الزوجات ونقدر كمان نتصل بيها أو تيجي حتى ليكو، ذكرت لي إن هي كانت هي وجوزها كانوا هناك مسافرين لمدة 2 سنين في أمريكا، ونزلوهم من على الطيارة لأن قالوا لها العدد زاد، فما ينفعش انكم تتحطوا العدد ده. عدد العسكريين على هذه الطائرة بالزبط أزيد من زاد المسموح، زاد، فنزلوهم من الطيارة. ولكن كانت يوم الطيارة المنكوبة كان الخطأ كبير وجسيم، وتم التجاوز عنده لا يغتفر تجاهلا او نسيانا، متعمد لا ولا يغتفر يعني مش لاقيين مبرر، مش لاقيين مبرر. وبعدين انا يعني انا مستغربه، وعايزه يعني فعلا انا بتوجه نداء للمجلس العسكري كله وسياده المشير، سياده المشير والمجلس العسكري كله، اين كرامه ال 33 ضابط اللي كانوا على الطياره؟ اين كرامتهم؟ ده لا رجعت لهم كرامتهم ولا رجعت لهم حقوقهم، حتى قرار الشهيد اللي من حقهم لم يمنح حتى الآن. لمصلحة من هذا؟ لمصلحة من؟ أنا السؤال الغريب اللي أنا بسأله دي، لو كانت أمريكا بعتلنا سفينة حيوانات وغرقت السفينة، لكانت قامت كل لجان الرفق بالحيوان وطلبت على النسانيس والقرود يعني حقوقهم. فأنا مش عارفة لمصلحة مين ده كله، ولحد إمتى هيفضل هذا التواطؤ، ومين اللي من مصلحته إخفاء الحقائق؟ وبعدين السؤال برضو اللي محيرني، طيب إحنا دلوقتي مش هتكلم على أي بلد تاني، إحنا هتكلم على بلدنا، إحنا مش عندنا خبراء وعندنا مهندسين في الطيران ومتخصصين و و و وطيارين كل دول فين؟ فين الجهات المسؤولة المتخصصة لمعرفة وفك هذا الغموض
يعني بصراحة احنا مش عارفين نتوجه لمين تاني بعد كده، مش عارفين نتوجه لمين لربنا ونعم بالله. استاذة نجلاء رأفت زوجة الشهيد الرائد مهندس إيهاب نبيل بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. استاذ محمود العفيف المحامي بشكرك وبقدر مجهوداتك جدا، بشكرك شكرا جزيلا. انا بس عايز اقول كلمة. اتفضل. المصريين اللي راحوا على الطائرة دول، هل يعني عشان بس نبقى عارفين، هل هيتم توصيفهم على ان هم كلاب وراحوا؟ هل هيتم توصيفهم على ان ده قضاء وقدر؟ هل هيتم توصيفهم على ان عمرهم كده؟ ولا هيتم توصيفهم على انهم مصريين قتلوا عمدا ويتعين إعادة الحق لأصحابه؟ أستاذ محمود بشكرك شكرا جزيلا. أستاذ عصام المغربي رجل أعمال بشكرك شكرا جزيلا وربنا يكون في عونكم. بختم برسالة حمادة من حلوان بيقول ربنا بيقول عبدي لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول، أرجوك كمل مشوارك ولا تخشى إلا الله، أحبك في الله بشكرك شكرا جزيلا، كل ما بيدينا وضعناه من قبل ذلك أمام حضراتكم ونضيف إليه اليوم الجديد والجديد، متأكدين ومصرين وعازمين على إكمال المشوار إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وعلى ذكر الطيارة بفكركم بالسفينة بدر، بفكركم بالسفينة بدر التي وصلت الآن لأكثر من 3 سنوات وبضعة شهور، وما زال أهالي المفقودين والبحارة اللي عليها يتضورون ألما حزنا وكمدا يبحث. نشرنا قبل كده الوثيقة المخابراتية المصرية والتي تؤكد أن السفينة اختطفت من قبل إسرائيل وأنه توجهت لفرنسا وبعديها تمت إعادتها لمصر، ولحد دلوقتي الناس دي مفقودة وأهليهم ما زالت تتساءل ونحن معهم. بعد الفاصل ايه اللي جرى في الاحزاب النهارده بعد اجتماع المجلس العسكري؟ سؤال هنحاول هنجيب عليه في محطة مصر.